ألا ترون بطولات شعبنا في فلسطين؟ ألا ترون استمرار مقاومته؟ أولا ترون ما كبد العدو من خسائر؟ إن الشعب الفلسطيني لا يقاوم اليهود فقط، إنه يقاوم اليهود وكل من يدعم يهود من الأمريكان والأوروبيين والروس. إنه يقاوم اليهود وكل يهود العرب الخوان المتآمرين الذين يوقعون إصرارا وجهارا على حساب دم الشعب الفلسطيني وعلى حساب وفاة الشهداء. إن الشعب الفلسطيني يقاوم خيانات العرب، يقاوم صمت المسلمين وذلهم مع اليهود ومع كل من يدعم يهود، يقدم قرابينه، يقدم أشلاءه، يقدم دماءه كلما رأينا العجز في جبهة الرجال لكثرة الموت المستحر. وجدنا نساءنا يتقدمن الصفوف وتكبيرات الله أكبر تهز الأرض شرقا وغربا. إن شعبنا الصامد أقام الحج علينا على كل التيجان، على كل العروش، على كل المنابر، على كل الأفراد. إن شعبنا الفلسطيني هناك قد قدم ويقدم وأصر على استمرار المقاومة وأبقى فتيلها مشتعلا منتظرنا أيها الأحبة. شعبنا هناك يقاوم على أمل أن نقاوم، على أمل أن نتحرك ونحرك مقاومتنا وإرادتنا من جديد. فمتى سنعي؟ متى سننهض؟ متى سننهض؟ ولكن إني لا أسأل كيف تصمد أمة وشعوبها بلظى التوجس تصهر. إني لا أسأل كيف يثبت جندنا وقلوبهم بهوى الرذيلة تعمر. قد تهدم الجسر المشيد فأرة، ولقد يحطم أمة متهور، ولقد يحطم أمة متآمر. أيها الأحباء، علينا أن نحافظ على جذرنا الرابع، المقاومة. فالمقاومة فالمقاومة. وعليكم أن تعلموا يا كل العرب والمسلمين، يا كل الحكام والمحكومين، يا كل الدعاة والعلماء والعملاء، عليكم أن تعلموا بأن معركتنا مع عدونا لا بد منها مصيرية، ولن يجدي فيها إلا المقاومة. لن ينطفئ نارها، ولن يخبو أوارها، ولن يخمد لهيب جمرها إلا بالمواجهة، إلا بالصدام في أرض الوغى، في ساحات الموت. إنها سنة الله نافذة كتبها على هذه الأمة. فإما أنها تدفع ضريبة المقاومة فتعز في دنياها وأخراها، أو ستدفع الضريبة مع الذل وخسران الدنيا والآخرة. إن عدونا لا يمكن أن يخدعنا بالحدود الآمنة، لا يمكن أن يخدعنا بشعارات السلام. إنها لعبة مكشوفة مفضوحة، ما عادت تمر إلا على كل خائن أو متآمر أو عميل أو جاهل أو أحمق. إن هذا كله صار مفضوحا تحت الشمس، فكلما استقرت لهم حدود آمنة كلما حركوا الأمر من جديد للوصول إلى حدود آمنة جديدة. يريدونها من الفرات إلى النيل، يريدون طيبة، يريدون رفاة أجدادهم، يريدون قبر محمد عليه الصلاة والسلام، ينتقمون منه، يحفروه وينبشوا عن جسده الشريف كما كتب في مذكراتهم. أولم تسمعوا منذ أيام ليست بطويلة، ما مر على القضية أسبوع بعد، حينما خرج أحد الجنرالات اليهود الملاعين يقول علينا أن نقصف مكة والمدينة بلا تردد. يريدون ضرب مكة والمدينة. أيها السادة، أتعلمون لما تجرأ هذا الكلب الحقير؟ أو تعلمون لماذا تجرأ هذا الذئب على التصريح؟ لأنه رأى أمامه دجاجا ونعاجا لا يخيفون ولا يحسب لهم حساب، فصار يتحدانا جهارا نهارا في أعمق مقدساتنا، صار يتحدانا جهارا نهارا في هدم كعبتنا ونصف روضة محمد عليه الصلاة والسلام. أولا ترون حينما ملكوا شيئا من القوة وشعروا بأن الدول العظمى تدعمهم تحت ما يسمى شعار مكافحة الإرهاب، وأن العرب صمتوا والمسلمين جبلوا وكلهم خنع وذل لهذه الحالة، كيف بدأوا يصرحون؟ يكشفون عن الدواخل، يكشفون عن النوايا، يخرجون مؤامرات الأدراج المغلقة. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. أيها الأحبة، أيها الأحبة، مقاومتنا جذرنا الرابع،
علينا أن نستمر بها. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا تخافوا لا تجملوا. قولوا لهم قولوا لهم خسئتم يا إخوان القردة، خسئتم يا أذناب الشيطان، لن تستطيعوا والله أن تصيبوا مكة والمدينة، فضلا عن أننا سنسترد الأقصى بإذن الله في القريب العاجل. نعم أيها الأحبة، أسمعوها، أصرخوا بها في نواديكم، في مجالسكم، في لقاءاتكم، أصرخوا بها أيها القادة في كل اجتماع سياسي، في كل قمة تعقد، أصرخوا بها أيها العلماء على المنابر في المحاريب، أصرخوا بها أيها الناس في سهراتكم بين أولادكم، علموها نساءكم، ربوا عليها الجيل، صنعوا عليها النشأ. نعم مقاومتنا ستبقى، مقاومتنا ستبقى، سنموت جيلا بعد جيل، سنسقط بطلا بعد آخر، سنقدم الدماء أنهارا ولن نسمح لنهر الدماء أن يجف أو يتوقف. سنصل دماءنا بدماء مؤمن آل فرعون، سنربط صرختنا بصرخة مؤمن آل ياسين، سيكون موقفنا امتداد لموقف أصحاب الأخدود، سنتقدم خنادق النار، سنمحو العار، لن نقبل بالشنار، سنحارب الكفار، سنعلي الرايح، سنرفع الهامة، لن نذل، لن نستخزى، سنملك الكون، سنصلي في روما، سنسجد في عتبات البيت الأبيض بتكبيرات الله أكبر، لن نهين، لن نلين، لن نستخزي، لن نخاف، لن نجون، وتبا لكل خائن عميل ولكل صامت جبان دخيل. مقاومتنا جذرنا الرابع، لن نتركها، لن نتركها ولن نسمح لهم بأن يصلوا إليها.